نروح لزميلتنا روزان نصر في أهلي مدينة نصر ونشوف فرحة أعضاء النادي الأهلي بعد المباراة. كابتن أيمن، برحب بيك طبعا مرة تانية، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بمشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة طبعا 3-0، يعني فرحة كبيرة أكيد ويوم كبير، والجماهير في كل مكان فرحانة. حاليا من مقر النادي الأهلي في فرع مدينة نصر، طبعا يعني هاخد أكيد رأي الأعضاء بعد المباراة. رأي حضرتك في المباراة طبعا؟ طبعا والله اداء جميل جدا ومشرف والله العظيم. الف مبروك. طبعا تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الاستاد النهارده كان فيه 50 أو 60 ألف، واحنا اكبر حاجه فرحانين ان الاهلي رجع الجمهور للاستاد تاني. طبعا اولا بنشكر الاستوديو التحليلي على الروعه بتاعته وكابتن ايمن وكل اللي قاعدين معاه، وبندعي طبعا للكابتن خطيب ربنا يشفيه ويعفو عنه، هو في قلبنا وبندعي لك في الايام المفترجه دي. حبينا نوصل رساله بس للسودان كلها ان مصر بلد الامن والامان، وانتوا جيتوا هنا شوفوا من اول المطار لحد ما تخرجوا انتوا في بلد الامن والامان، وهتروحوا وتيجوا برضو احنا اشقاء واخوات وبنشرب ميه واحده ونهر النيل واحد، مشاكلنا واحده، الكوره وغير الكوره، احنا مش بنبص في الكوره، الكوره رياضه، الكوره رياضه، الرياضه بتجمع مش بتفرق. بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم، كل الجمهور اللي جاي من كل المحافظات ده بنبارك له وبنقول لهم الف مبروك للاهلي ان وصوله دي المرحله الاولى. احنا المرحله الكبيره ان احنا الكاس، عايزين الكاس، ما بنلعبش غير المركز الثاني مش بتاع الاهلي، الاهلي بيلعب مركز اول طول عمره، الثاني بقى هزيمه. شكرا لكم، شكرا لقناه الاهلي، وشكرا للكابتن ايمن. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. تحب بقى تقول ايه لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وشايف مين رجل مباراه النهارده؟ طبعا جماهير يعني جماهير الاهلي انتوا اعظم جماهير في الدنيا، واحب اقول للعيبه الف مليون مبروك، وان شاء الله يعني اداء احسن ويكسب الكاس. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، يعني مباراه كبيره وفوز كبير. تحب تقول ايه بقى للاعيبه النادي الاهلي، وشايف مين يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي، لاعيبه رجاله، اداء مشرف. حسين الشحات عايز اقول لك حاجه، ربنا يرحم ابوه، والله اكبر عليك يا حسين الشحات، حاجه بسم الله ما شاء الله. وكهربا الحمد لله، الحمد لله هناخد الكاس، وخليكم فاكرين، خليكم فاكرين ان شاء الله الكاس في الاهلي ان شاء الله. ابو صلاح بيقول الكاس في الاهلي ان شاء الله باذن الله. والف شكر كابتن ايمن. اكيد طبعا يعني شفنا مع بعض فرحه الجماهير هنا في فرع يعني النادي الاهلي فرع مدينه نصر. بشكرك طبعا وعوده ليك مره ثانيه.